السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الريلمي 8 النسخة العادية، كما سنتعرف على مواصفات الجهاز، السعر الذي ينزل به، مميزاته وعيوبه. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. أصدقائي، لمن فاته فيديو الأنبوكسينج الخاص بالريلمي 8 برو النسخة الأقوى، ستجدون الرابط في أول تعليق. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. كما ترون أصدقائي، هذه هي علبة الريلمي 8 النسخة العادية، تأتينا باللون الأصفر. ومع فتح العلبة أصدقائي، أول ما نجده هو هذا الصندوق الأصفر الصغير الذي نجد فيه مجموعة المانوالز، الكتب الخاصة بالجهاز، كما نجد فيه الكفر البلاستيك الشفاف. بعدها نجد الريلمي 8 الجهاز بحد ذاته، وآخر ما نجده في العلبة أصدقائي هو الشاحن والكيبل USB Type C كيبل الشحن. كما ترون أصدقائي، هذه هي محتويات علبة الريلمي 8 النسخة العادية، نفس محتويات علبة الريلمي 8 برو. ننتقل الآن إلى مواصفات الجهاز، حيث يأتينا الريلمي 8 مع شاشة من نوع سوبر أموليد، شاشة كبيرة تأتينا بحجم 6.4 إنش وبنسبة استحواذ 83.3%. الشاشة هنا تأتينا مع بانش هول ديسبلاي ثقب للكاميرا الأمامية. وبما أننا نتكلم على الشاشة من نوع سوبر أموليد، فبدون شك هذه الشاشة ستعطيك أفضل تجربة أداء مع سطوع ألوان غاية في الروعة، تحت إضاءة الشمس لن تواجه معها أي مشكلة. ظهر الجهاز مصنوع من البلاستيك والفريم مصنوع من البلاستيك. كما نجد في الظهر مربع فيه أربع كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية هنا تأتينا بدقة 64 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f1.8. الكاميرا الثانية كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة، تأتينا بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f2.3. الكاميرا الثالثة كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب، تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f2.4. أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ديبث سنسور، تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f2.4. الريلمي 8 أصدقائي يصور الفيديو بدقة 4K مع 30 فريم في الثانية. وبالنسبة لكاميرا السيلفي، الجهاز يأتينا مع كاميرا أمامية فقط، تأتينا بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.5. ننتقل إلى المعالج أصدقائي، حيث يأتينا الريلمي 8 مع معالج من شركة ميديا تك الهيليو G95 بمعمارية 12 نانومتر، معالج فئة متوسطة بامتياز، يعني يعطيك تجربة أداء جيدة جدا، لن تواجه معه أي مشكلة حتى مع الألعاب الثقيلة. هنا الجهاز سيعطيك تجربة غاية في الروعة. كما يأتينا الجهاز مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 11 وواجهة الريلمي UI 2. بطارية الجهاز تأتينا بحجم 5000 ملي أمبير، بطارية عملاقة. كما يأتينا الريلمي 8 مع شاحن سريع في العلبة بسرعة 30 واط، مما سيمكن من شحن الجهاز من 0 إلى 50% في حوالي 26 دقيقة، ومن 0 إلى 100% في حوالي 65 دقيقة. الريلمي 8 أصدقائي يأتينا مع USB Type C، يأتينا مع بصمة على الشاشة تعمل بسرعة كبيرة، يأتينا مع لاود سبيكر عادية، سماعات خارجية عادية، ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. وسيتوفر الجهاز بثلاث نسخ، النسخة الأولى تأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و4 جيجا للرام، النسخة الثانية تأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و6 جيجا للرام، أما النسخة الثالثة فتأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و8 جيجا للرام. كذلك الجهاز أصدقائي يدعم مدخل للـ SD كارد، يعني بإمكانك إضافة SD كارد لإضافة مساحة داخلية أكبر. بالنسبة للألوان أصدقائي، سيتوفر الريلمي 8
بلونين فقط، السايبر سيلفر والسايبر بلاك، اللون الفضي واللون الأسود. بالنسبة للأسعار أصدقائي، يبدأ سعر الريلمي 8 مع النسخة الأرخص نسخة 4 رام و 128 جيجا مساحة داخلية من $210. سعر النسخة الثانية التي تأتينا مع 6 رام و 128 جيجا للمساحة الداخلية حوالي $220. أما النسخة الأقوى أصدقائي، نسخة 8 رام و 128 جيجا للمساحة الداخلية، فتتوفر بسعر $235. فعلا جهاز أصدقائي يقدم قيمة كبيرة مقابل ما ستدفعه فيه. ننتقل الآن إلى مميزات وعيوب الريلمي 8، وبداية مع مميزات الجهاز. بداية الشاشة السوبر أموليد، شاشة خرافية هنا تأتينا في هذه الفئة السعرية، شاشة غاية في الروعة، سطوع ألوان ممتاز جدا، بصمة على الشاشة، نسبة استحواذ كبيرة جدا. الميزة الثانية في هذا الجهاز التصميم الذي يأتينا في الظهر، تصميم لم نعتد أن نراه في هذه الفئة السعرية، تصميم فعلا مميز للغاية. حتى أن الجهاز يأتينا مصنوع من البلاستيك، لكن التصميم هنا غاية في الروعة، الشكل الظاهر والكاميرات ممتاز جدا. الميزة الثالثة في الريلمي 8 أصدقائي، الكاميرات التي تأتينا معه، كاميرات ممتازة جدا، تعطينا صور نهائية غاية في الروعة. معالج الجهاز أصدقائي لا يعتبر ميزة ولا يعتبر عيب، هنا معالج عادي جدا في هذه الفئة السعرية، اعتدنا أن نراه، يعني لا يوجد فيه أي شيء سبيشل. ميزة أخرى في الريلمي 8 وهي البطارية العملاقة التي تأتينا بحجم 5000 ملي أمبير، والشاحن الصاروخي الذي يأتينا بسرعة 30 واط نجده في العلبة في هذه الفئة السعرية، يعتبر شيء جيد جدا. كانت هذه مميزات الجهاز. ننتقل الآن إلى العيوب. حقيقة أصدقائي، في سعر $200 الجهاز لا يعتبر فيه أي عيب، لكن ما سأقوله الآن يعتبر نقائص كنت أريد أن أراها في الريلمي 8. بداية على مستوى مواد تصنيع الجهاز، كنت أحبذ على الأقل أن يأتينا الفريم هنا مصنوع من المعدن وليس من البلاستيك. الظهر يمكن أن أقبله في هذه الفئة السعرية مصنوع من البلاستيك، لكن الفريم كنت أحبذ أن أراه من المعدن. أيضا مع هذه الشاشة الرائعة، كان بإمكان ريلمي أن تضع لنا كورنينج غوريلا جلاس كطبقة حماية، حتى كورنينج غوريلا جلاس 3 في هذه الفئة السعرية كانت تكون مقبولة جدا، لكن أصدقائي تعتبر هذه نقائص بسيطة. ما عدا هذا، الجهاز يعتبر غاية في الروعة، يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر. كل من يريد شراء جهاز بسعر لا يتجاوز $300 فعلا هنا صفقة ممتازة من ريلمي تقدمها مثل ما عودتنا كل مرة. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو، كانت هذه مراجعة وحوصلة حول كل ما يقدمه الريلمي 8. أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكراً.